كده صباح وربع عندنا. مساء الخير لحضرتك صباح. يعني مساء الخير عندنا وصباح الخير عندك. صباح الخير عندنا. مفيش مشكله. عادل طبعا مبروك لانجاز النادي الاهلي. قول لي كده يعني ما رصدته بعد هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله يعني الناس فرحانه للفوز, لان كان الهدف كله من الاول ان احنا نعدي المباراه دي او النادي الاهلي يعدي المباراه دي عشان يكمل في البطوله لغايه اخر يوم. انما طبعا الفرحه منقوصه طبعا باصابه كابتن حسام غالي. يعني اللعيبه كلها فعلا بس خلاص تاكد ان هي اصابه بالرباط الصليبي. عادل اصابه تاكد ان هي قطع في الرباط الصليبي, فيمكن هو ده اللي مأثر على الاجواء هنا, مخلي الناس يعني اللي فرحه يعني اتنقص منها كتير بالاصابه دي, لان طبعا حسام غالي في احسن مستوياته. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني. لكن قول لي هل في يعني كابتن حسام البدري المؤتمر الصحفي اللي عمله اكيد بعد المباراه قال ايه او تصريحاته كانت ايه؟ هو كابتن حسام طبعا يعني شكر اللعيبه, قال ان هو هم عملوا اللي هو كان طالبه منهم. هو كان مهم زي ما قلت لحضرتك ان هم عايزين يفضلوا في البطوله لغايه اخر يوم. هو قال لهم انا من دلوقتي مش هطلب منكم غير ان انتم تستمتعوا بوجودكم هنا, يعني كان المهم بس ان احنا نكسب فوز باول مباراه, بعد كده انا بطلب منكم تستمتعوا بوجودكم وان شاء الله انتوا ده بميداليه في الاخر. كابتن حسام طبعا برضو زي ما بقول حتى قال ان اصابه حسام غالي دي ضربه كبيره جدا للفريق واصابه قاسيه جدا, خاصه انها تيجي لكابتن الفريق واحد من اهم اللاعبين الموجودين. الحقيقه في اهتمام كبير قوي كمان من الاعلام البرازيلي بالذات, يعني كان في اكتر من صحفي برازيلي واكتر من قناه برازيليه حرصوا ان هم يسجلوا مع كابتن حسام البدري ومع كابتن شريف اكرامي ومع محمد ابو تريكه. الناس مهتمين جدا, مهتمين جدا بالبطوله كمان, بيعتبروها بطوله مهمه جدا بالنسبه لهم. شايفين مباراه الاهلي وكرينتنس حاجه قويه جدا وبيغطوها بشكل كبير قوي. بس يعني قول لي عادل بالمناسبه ماتش الحوار مع التلفزيون البرازيلي, قال لهم طبعا ان احنا عارفين قوه الفرق البرازيليه ونتمنى ان احنا نفرح, لان احنا عارفين ان دلوقتي اصبح الاهلي هو مصدر السعاده الوحيد للجمهور المصري, يعني فهو عايز نقدم اي حاجه تخرج الشعب المصري من الحاله اللي هو فيها. عادل يعني المباراة الأهلي وبطل البرازيل كورنثيانز دي هتكون يوم الأربعاء الساعة 12:30 برضو نفس الميعاد. 12:30 بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء إن شاء الله, هيسبقها الساعة 9 بتوقيت القاهرة مباراة المركز الخامس والسادس. والأهلي وكورنثيانز هتكون 12:30, والتاني يوم هيبقى تشيلسي مع مونتيري بطل المكسيك. اللي فاز النهاردة على أولسان هيونداي بطل كوريا 3-1. طبعا الفائزين هيلعبوا في النهائي يوم الأحد, والخسرانين هيلعبوا على الثالث والرابع يوم الأحد برضو إن شاء الله. تمام. طب عادل قول لي كابتن محمد ابو تريكه النهارده اكيد وعامل انجاز كمان فردي كبير جدا انه عادل رقم ميسي واصبح بيتساوى مع ميسي ودينيلسون البرازيلي في عدد الاهداف على مدار تاريخ كاس العالم للانديه 4 اهداف. اتكلمت مع ابو تريكه اكيد بعد المباراه. بالظبط زي ما حضرتك بتقول له. هو ابو تريكه كل اللي قاله ان انا ما بهتمش طبعا بالحاجات الشخصيه, انا يهمني الفرقه تكسب. قال حاجه ثانيه كمان, قال ان احنا يعني عايزين ناخد البطوله دي او عايزين نقدم احسن حاجه ممكنه في البطوله دي عشان نديها للشعب المصري والشهداء بورسعيد من ناحيه والناس اللي زعلانه ومتضايقه من ناحيه ثانيه. حاجه في كمان الفيفا اهتم برقمين ثانيين غير رقم ابو تريكه. مباراه النهارده هي المباراه الثامنه للنادي الاهلي في تاريخ بطولات الانديه. وده اول فريق يعمل كده, لان اوكلاند سيتي وقف عند الرقم 7 بمباراته اللي فاتت. والرقم الثاني ان وائل جمعه هو اللاعب الوحيد اللي شارك في الثمان مباريات كامله, يعني هو يكون شارك في 8 مباريات كامله في كاس العالم للانديه, وبرده ده رقم الفيفا اتكلم عليه كتير النهارده. وائل جمعه فقط الوحيد, لان ابو تريكه لعب 8 مباريات وحسام عاشور لعب 8 مباريات لكن مش كاملين. وائل جمعه يعني وائل جمعه اضرب بقى 8 في 90 دقيقه اتكلم عليه النهارده, اعتبروا احصائيه اليوم النهارده. تمام. عادل في اي اخبار جديده بالنسبه للبعثه؟ كل الفريق باستثناء حسام غالي تمام, مفيش اي مشاكل الحمد لله. لا الحمد لله مفيش اي مشاكل. هو الفريق هيتدرب بكره على مرحلتين, اللعيبه ما لعبتش المباراه هتتدرب الصبح, واللعيبه اللي لعبت المباراه هتعمل تدريب خفيف. وبعد كده ان شاء الله التمارين الرئيسي في الملعب اللي هو ملعب تويوتا ستاديوم هيكون يوم بعد بكره ان شاء الله. ويوم الخميس باذن الله ايا كانت النتيجه الفرقه هتنتقل من هنا, من احنا في ناجويا مدينه ناجويا هنروح على طوكيو, لان المباراه الاخيره اللي هي يوم الاحد هتكون في يوكوهاما, ويوكوهاما اقرب لطوكيو, فالفريق بعد المباراه على طول يوم الخميس الصبح هيتحرك على طوكيو. اشكرك عادل كريم, شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كان معنا من